إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هذه سنواصل تفسير الآية 187 من سورة آل عمران، فإلى التفسير. فنبذوه. الفاء كما هو معلوم تدل على التعقيد، والنبذ هو الطرح، فنبذوه وراء ظهورهم. الفاء تدل على التعقيد، ولئن قيل بأن المراد هنا بما أخذ عليهم الميثاق أن يبينوه ولا يكتموه هو ما يجدونه في الكتاب عندهم من نعوت النبي صلى الله عليه وسلم والبشائر بمبعثه ودلائل صدقه، فإن هذا النبذ كان بعد الأخذ بقرون، ذلك أن أخذ إنما كان أخذ العهد والميثاق عليهم إنما كان على ألسنة أنبيائهم، فقد كان ذلك في عهود النبوات عندما أنزل الكتاب عليهم. وهذا النبذ إنما حصل في زمن مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، فكيف إذن يمكن أن يطبق معنى الفاء المفيدة للترتيب على هذا التأويل؟ إنما ذلك من حيث النظر إلى أن الزمن الذي يجب أن يقولوا فيه كلمة الحق إنما هو هذا الزمن، فهذا الميقات هو الميقات الذي يجب عليهم فيه أن يقولوا كلمة الحق ويصدعوا بها ويبينوا ما عندهم من علم الكتاب، ولكن هم عملوا بخلاف ذلك. ولئن قيل بأن المراد بأخذ الميثاق أن يبينوا ما في الكتاب إنما هو تبيين ما أهد إليهم ببيانه من الحق كيفما كان هو، سواء كان ما يتعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما كان يتعلق بغيره من الأمور التي أخفوها ولم يبينوها، فإن التعقيب أيضا إنما هو بالنظر إلى زمن خطابهم بالبيان، أي تعلق تكليف البيان بهم، فإنما هم عندما تعلق بهم تكليفهم بالبيان سارعوا إلى التكذيب، سارعوا إلى التكذيب ولم يبينوا ما آتاهم الله تبارك وتعالى من علم، واشتروا بذلك ثمنا قليلا. أو أن الفاء هنا إنما هي لبيان مسارعتهم إلى النبذ، بحيث لم يبالوا بهذا العهد ولم يبالوا بهذا الميثاق، سارعوا إلى نبذ الكتاب الذي أوتوه بأعراضهم عما أخذ عليهم من ميثاق فيه بأن يبينوه. فالفاء إنما هي دالة على المسارعة التي حصلت منهم، بدلا من أن يسارعوا إلى توفيتهم بهذا العهد الذي أخذ عليهم كان منهم خلاف ذلك. هذا وهم طولبوا بأمرين اثنين، طولبوا أن يبينوه لتبينونه للناس، وطولبوا أن لا يكتموه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، هذه القراءة هي قراءة الجمهور، لتبينونه بتاء الخطاب، وقرع ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بن عياش عن عاصم ليبيننه، وأما الباقون فقد قرأوا لتبيننه. في مثل هذا يجوز أن يراعى كاء
كلام الحاكي وكلام المحكي عنه. يجوز أن يراعى كلام الحاكي وكلام المحكي عنه، لأن هذه حكاية لأمر سبق. فلذلك في مثل هذه المواقف قد تجوز وجوه، يجوز تارة وجهان وتارة تجوز ثلاثة أوجه. فمما يجوز فيه الوجهان نحو هذا الخطاب، يجوز أن يقرأ بالتاء لأجل نقل النص المحكي، ويجوز أن يراعى أن هذه حكاية وأن المحكي عنه غائب فيعبر عنه بصيغة الغيبة. وقد تجوز ثلاثة أوجه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، قرئ بالنون وقرئ بالتاء وقرئ بالياء. فهذه ثلاثة أوجه، وهي بناء على أن تقاسموا فعل ماضي، وأما باعتبار أنه فعل أمر فيجوز في ذلك الوجهان. ونجد أن الذي أخذ عليهم كما ذكرنا أمران: أن يبينوا وأن لا يكتموا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أخذ عليهم ميثاق أن يبينوا وأن لا يكتموا. والبيان إنما هو بيان حقيقة ما في الكتاب، بحيث لا يصرفونه بأنواع التأويلات الباطلة حتى يخرجوا بنصوصه عما تدل عليه، أو يضيفوا إلى هذه النصوص ما ليس منها، أو ينقصوا منها ما هو فيها. هذا هو البيان. وعدم الكتمان إنما هو عدم كتمان الكتاب أصلا. وقد بحث الإمام محمد عبده هنا لماذا بدأ أولا بالبيان ثم ثني بعدم الكتمان، مع أنه من المتبادر أن ذكر عدم الكتمان هو الذي ينبغي أن يكون أولا، لأن عدم الكتمان يترتب عليه بيان نفس الكتاب، إذ كتمانه يؤدي إلى الجهل بالكتاب رأسا. وأما بيانه الذي طولب به فإنه يؤدي إلى وضوح معانيه. وأجاب عن ذلك بأنه ابتدئ بأهم الأمرين، ابتدئ بما هو الأهم من الأمرين، فما ذكر أولا إنما هو أهم. ذلك لأن التأويلات الباطلة التي هي معنى عدم البيان الذي طولب به ببيان، هذه التأويلات الباطلة إنما تؤدي بالناس إلى أن يعتقدوا ما ليس بدين دينا، وهذا هو الجهل المركب في الدين، بحيث يتصورون ما ليس بدين هو الدين الحق، وهذا أخطر من عدم تصور الدين رأسا. لأن الذي لا يتصور الدين ولا يتصور الكتاب الذي جاء بالدين ربما يطلع على الكتاب فيقتنع، ولكن الذي يحور فكره ويمسخ حتى يتصور ما ليس بدين هو الدين فجهله أشد وأعمق، فمن عادته أن يسترسل في جهله هذا وأن لا يتراجع عنه، إذ جهله جهل مركب لأنه اعتقد ما ليس بدين دينا. وأما من جهل الكتاب وجهل الدين الذي جاء به الكتاب فجهله جهل بسيط، قد يطلع على الكتاب في يوم من الأيام فيقتنع بما فيه من الحق. ثم ضرب مثلا لذلك بالقرآن الكريم، قال بأن القرآن الكريم لا يوجد كتاب مثله، حفظ كما حفظ ونشر كما نشر وحوفظ عليه كما حوفظ عليه، هو أميز الكتب من هذه الناحية.
كما أنه أميز الكتب بما جمع من الهدى الذي لم يجتمع في غيره من الكتب. ولكن مع هذا كله، مع كون الأمة حفظته جيلا بعد جيل منذ العهود الأولى وإلى وقتنا هذا، بحيث توجد جماهير من المسلمين تحفظه عن ظهر قلب مع حفظ الله تبارك وتعالى لألفاظه عن تحريف المحرفين، إلا أن تأويلات المبطلين هي التي صرفت هذه الأمة عن التمسك بالكتاب. وذكر أن ذلك بدأ باختلافات الأمة عندما اختلفت الأمة فيما بينها، وأخذ كل فريق من المختلفين يحاول أن ينظر إلى الآيات التي تتفق مع هواه فيستمسك بها، ويؤول بقية الآيات حتى تتفق مع هواه. كانت البداية هكذا، ثم تبع ذلك تعصب كل فريق لمن استمسك برأيه، حتى نسوا الكتاب رأسا وصاروا يتلون هذا الكتاب ولا يرجعون إليه في شيء من أجل الاهتداء به. وأتبع ذلك السيد رشيد رضا بأن الأمر وصل إلى ما هو أعظم من ذلك، بحيث إنهم جعلوا الرجوع إلى القرآن أمرا حراما والتمسك به غير جائز، إنما عليهم أن يتمسكوا بما ورثوه من أئمة المذاهب من غير أن يرجعوا إلى قرآن ولا غيره، واكتفوا من القرآن بمجرد تلاوته بالأنغام الحسنة وبمجرد محاولة الاستشفاء به من أجل شفاء أسقام الأجساد، ولم يسبالوا بأسقام الأرواح والقلوب. ومن عجيب ما ذكره أن أحد الشيوخ في إدارة الأزهر في ذلك العصر كان أسن من حضر هنالك في جلسة الحوار، وأكثرهم تقديراً عند الناس. وصل به الأمر إلى أن يقول في حواره مع الإمام محمد عبده بأن من قال أتمسك في ديني بالكتاب والسنة فهو زنديق، يعني بذلك أنه يجب على الناس أن يتمسكوا بالموروث في الكتب التي بأيديهم عن مشائخهم، وأن لا يلتفتوا إلى ما في القرآن وما في السنة. فرد عليه الإمام محمد عبده بقوله: من قال أتمسك في ديني بغير القرآن والسنة فهو الزنديق. فالأمر وصل إلى هذا الحد بالأمة، من حيث إنها تبعت سنن من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا الذي أدى بهذه الأمة إلى الجمود، وأدى بها إلى التقاعس عن معالي الأمور، وأدى بها إلى التخلف وراء الأمم، مع أن كتاب الله تبارك وتعالى الذي بيدها هو فيه الشفاء من كل داء وفيه حل لكل معضلة. فإنهم تصامموا وتعاموا عن هذا الكتاب العزيز حتى جعلوا التمسك به من الأمور المحرمة، فنبذوه وراء ظهورهم، أي نبذوا الكتاب واشتروا به ثمنا قليلا. نبذوا الكتاب وراء ظهورهم. رأي أكثر المفسرين بأن الضمير المنصوب في قوله فنبذوه، والضمير المجرور في قوله واشتروا به، إنما يعودان إما إلى الكتاب وإما إلى الميثاق. هذا وما ذهب إليه أكثر المفسرين، وذهب الزمخشري إلى أنه عائد إلى الميثاق. وبهذا قال الإمام محمد عبده فيما حكى عن السيد رشيد رضا، ولكن أتبع ذلك السيد رشيد رضا بأن هذا لعله كان سهوا، لأن النصوص القرآنية هي أولى ما يفسر بها القرآن، وهي تدل على أن النبذ إنما كان للكتاب، واشتراء الثمن القليل إنما كان بالكتاب.
فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أي بالكتاب. والنصوص في هذا التي تدل على أن الذين حادوا عن الكتاب إنما اشتروا بالكتاب ثمنا قليلا نصوص كثيرة. فإذا يترجح أن الضمير إنما يعود إلى الكتاب، وإن كان القول الآخر لا يقال بأنه غير صواب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا اشتراء أهل الكتاب بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، عندما قال سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وإن كان السيد رشيد رضا ذهب إلى أن العهد هنا من المحتمل أن يكون الكتاب نفسه، لأن العهد عهدان: عهدا من الله إلى عباده، وهو ما يعهده إليه مما فيه أمرهم ونهيهم، وذلك هو الكتاب الذي ينزله عليهم، وعهدا من العباد لربهم. وبما أن العهد هنا مفرد، فالذي يتبين بأن هذا العهد إنما هو الكتاب. أما الأيمان فلأنها كثيرة بكثرة الذين يقسمون بها، فلذلك جمعت. هكذا يذهب السيد رشيد رضا، غير أن اقتران العهد بالأيمان هنا يؤكد على أن العهد، أو يرجح أن العهد إنما هو الميثاق الذي يعطونه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم. هذا النبذ وراء الظهور لأي معنى من المعاني؟ ذلك يختلف باختلاف المنبوذ. وأصل النبذ هو بمعنى الطرح، نبذ الشيء بمعنى طرحه. وذكر وراء الظهر هنا لأن ما وراء الظهر إنما هو مهمل، ما يلقيه الإنسان وراء ظهره إنما هو مهمل عنده لا يلتفت إليه، فإن ما كان وراء ظهره لا يراه، وما لم يكن يراه فإنه لا يلتفت إليه. فإلقاء الشيء وراء ظهره إنما هو لأجل أنه لا يريد أن يراه ولا يريد أن يتذكره وأن يلتفت إليه، بخلاف ما إذا كان أمام عينيه. ولذلك الشيء الذي يحافظ عليه يعبر عنه بأنه نصب العينين أو نصب العين، أو بأنه أمام العينين أو أمام العين. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: فإنك بأعيننا، وكذلك قوله: ولتصنع على عيني. فإن هذا إنما يدل على العناية، فالشيء المعتنى به إنما يكون نصب العينين وأمامهما، ونبذهم إياه وراء ظهورهم يكون لأسباب متنوعة. فقد يكون هذا النبذ حسدا من عند أنفسهم، كما حسد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبعث بهذه الرسالة ولا تكون هذه الرسالة فيهم. فهذا الحسد الذي تتوقد ناره في صدورهم والذي أدى بهم إلى نبذ الكتاب. وقد يكون نبذ الكتاب بمشقة يرونها، ذلك لأن الإنسان يطالب بأن يلتزم بتكاليف الكتاب الذي أوتيه. كل أمة مطالبة بأن تلتزم بتكاليف الكتاب الذي أوتيته، وهذه التكاليف لا ريب أن فيها مشقة على النفس. ولذلك يعسر على أصحاب الأهواء الذين لا يتغلبون على أهوائهم وشهواتهم ورغباتهم أن يلتزموا تعاليم الكتاب. فلذلك قد
يكتبون هذا الكتاب، ومع هذا كله أيضا ربما اشتروا به ثمنا قليلا كما نص عليه القرآن، بجانب ما في نفوسهم من الرغبات والشهوات، فإنهم يؤثرون أن يشتروا به ثمنا قليلا. وذلك إنما يحصل بالتأويلات الباطلة. فالناس ربما نبذوا الكتاب أو أولوه تأويلا يحرف معانيه ويطمس هدايته بسبب رغباتهم أو رهبتهم، فقد تكون هنالك رغبة ورهبة من قبل الحكام، وهذا ما وقع فيه بنو إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب، ووقع فيه من وقع أيضا من المسلمين إرضاء للحكام، بحيث يؤولون الكتاب التأويلات الباطلة حتى تتفق مع أهواء هؤلاء الحكام اتقاء لشرهم أو استدرارا لبرهم. فهذه من مصائب الأمم التي تقع فيها، وهي سبب نبذها لأمر الله وسبب إخلالها إلى هواها وسبب حرمانها من طاعة الله سبحانه وتعالى التي ترتفع بها عن دركات الهوان. وقد يكون ذلك من أجل إرضاء العام لا سيما الأغنياء، من أجل التوصل إلى ما عندهم من الرشا، بحيث يحلون لهم الحرام ويهونون عليهم الخطب في مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتأولون نصوص الكتاب ونصوص الشرع كنصوص السنة النبوية بما يتفق مع أغراض أولئك العامة لا سيما الأغنياء وأهوائهم، فيؤدي بهم ذلك إلى نسيان الكتاب. وقد يكون ذلك بدافئ من الحمية، فقد يقول أحد قولا يخطئ فيه الحقيقة ويتجانف فيه عن الحق، وإذا نبه من قبل أحد زملائه شق عليه الرجوع إلى الحق، بل يحرص على أن يستمسك بما قال به حمية منه لئلا يتبين أنه أخطأ فينزل قدره عند عامة الناس. وقد يكون ذلك بسبب الجهل، الجهل الذي يصور للإنسان الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وقد يتوهم أن الوهم هو الحقيقة وأن الحقيقة هي الوهم. فهذه الأمور هي كلها أسباب لهذه التحريفات الباطلة والتأويلات التي تخرج بالناس عن سواء السبيل، واشتروا به ثمنا قليلا. سبق معنى الاشتراء، وأن أكثر الناس إنما قالوا بأنه عبارة عن الاستبدال، ولكن مع ذلك لا بد من أن يكون هذا المشتري يؤثر ما أخذ على ما أعطى، إذ لو لم يكن في نفسه إيثار لما أخذه على ما أعطاه بحيث يكون حريصا على ما أخذه وزاهدا فيما دفعه لما اشترى الذي اشتراه. الذي يشتري الشيء إنما يشتريه وهو راغب فيه. فهؤلاء باشترائهم ما أخذوه من الثمن القليل في مقابل الحق الذي نبذوه وراء ظهورهم، إنما هم كانوا زاهدين في هذا الحق وكانوا راغبين في ذلك الذي أخذوه واشتروا به ثمنا قليلا. والتعبير بالثمن هنا، مع أن الثمن الآلة التي يتوصل بها إلى حصول المرغوب فيه، فالثمن ومبذول من أجل التوصل إلى المرغوب فيه، التعبير بالثمن هنا إنما يدل على أن هؤلاء كانوا زاهدين فيما
بذلوه وراغبين فيما أخذوه، مع كون الذي أخذوه لا يساوي ما بذلوه، ولذلك عبر عنه بالثمن، إذ الثمن إنما يبذل لأجل التوصل إلى الشيء المرغوب فيه. فإذا هؤلاء اشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا هذا الثمن القليل أصبح في نفوسهم أكثر مرغوبا فيه من الذي دفعوه لأجل ما في هذه النفوس من الأمراض والانحراف. ووصف الثمن بأنه قليل، ولا ريب أن كل ما يؤخذ في مقابل الحق إنما هو قليل لا يساوي شيئا. فما الذي يساوي الحق؟ بل الدنيا بحذافيرها لو جمعت لأحد وعمر عمرها من أول ما خلقت إلى أن تفنى، فإن ذلك لا يساوي شيئا من الحق الذي يتجاهله الإنسان من أجل الرغبة في هذه الدنيا. كيف ومآل من استمسك بالحق أن يسعد بالدار الآخرة، أن يسعد بجنة أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، على أن الجنة هي لو كانت مثل الدنيا أو لو كانت أقل من الدنيا لكان أولى أن يحافظ عليها من أجل بقائها وخلودها. والدنيا ولو كانت أكثر من الجنة من حيث الزخرف ومن لكانت أولى بأن يزهد فيها مع فنائها. فكيف والدنيا بأسرها لا تساوي شيئا مما في الجنة؟ ما جاء في الحديث لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مع أن تلك الجنة أرضها السماوات والأرض. فإذا كل الثمن الذي يؤخذ في مقابل الحق الذي يبذل وثمن قليل، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، أي بئس الثمن القليل شيئا يشترونه في مقابل هذا الخير العظيم الذي حرموا منه أنفسهم بسبب إخلادهم إلى الباطل. والآية الكريمة مهما قيل فيها، سواء قيل هي في اليهود أو هي في اليهود والنصارى أو هي شاملة لكل من كان على هذا النحو، إنما فيها عبرة لهذه الأمة. فالأمة مطالبة بأن تحمل أمانة الكتاب وأن لا تفرط في هذه الأمانة، وأن تقول كلمة الحق وتصدع بالحق. ولذلك جاء التحذير الشديد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يدخل العلماء على المتسلطين في الأرض فيشدوا من أزرهم ويصوبوا خطأهم ويؤيدوا باطلهم ويصدقوا كذبهم. الأحاديث في ذلك كثيرة، ولربما أفردها بعضهم بمؤلفات، من ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه والبيهقي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من بعد أمراء، في رواية: يظلمون ويكذبون، فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم وعانهم في ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. في هذا تحذير من أن يؤيد الإنسان الظالم بأي كلمة يقولها، بل كل من حمل أمانة الكتاب عليه أن يقول كلمة الحق وأن يصدع بالحق. والأمة إنما رزئت بسبب الإخلاد إلى الهوى واتباع أصحاب الأهواء والعدول عن الحق وعن الصراط المستقيم إيثاراً للدنيا على الآخرة.
من أجل ذلك نعى الناعون على أهل الحق أن يستمسكوا بالحق وأن يبرأوا من أهل الجور والظلم، واعتبروا هذه البراءة من أهل الجور والظلم أيضا يلصق بهؤلاء، كما أشاع الكاتبون الذين كتبوا أخيرا أنه مما يعاب على أبي حمزة رحمه الله أن يقول: الناس منا ونحن منهم إلا مشركا بالله عابد وثن، أو كافرا من أهل الكتاب، أو إماما جائرا. قالوا: كيف يبرأ من الإمام الجائر؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على البراءة من الإمام الجائر فقط، بل أيضا يتبرأ من كل من أيده بأي شيء كان؟ قد قال: فمن دخل عليهم فصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منها، ليست هذه البراءة، ولن يرد علي الحوض. وكذلك نجد النص الصريح في القرآن أن مجرد الركون إلى الذين ظلموا مدعاة للدخول في النار والعياذ بالله، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلام في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداء الدين، واستأصل شأفتهم أجمعين. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وفل حدهم، وأقلل عدهم، وارنر كيدهم في نحورهم، واعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحو آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مستمعي الأعزاء، هكذا كنا مع تفسير الآية 187 من سورة آل عمران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.